بعد تحذير السعودية من الفوركس، معلومات تعرفها لأول مرة عن تجارة مضاربة في أسواق العملات وهذه خطورتها. انتشرت تجارة المضاربة في أسواق العملات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، مع تحذيرات المختصين من التوسع بالاستثمار في أسواق العملات لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل لرأس المال في يوم واحد. الأمن العام السعودي حذر مؤخرا من الفوركس غير المرخص لخطورته على الاستثمار. وقال حساب الأمن العام الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الفوركس غير المرخص محفوف بمخاطر عديدة كونه لا يخضع لجهات رقابية وإشرافية تحمي استثماراتك. وكان حساب الأمن العام قد أكد أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 4 من مخالفي نظام أمن الحدود تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج. سوق تجارة الفوركس يقوم بالأساس على تبادل العملات الأجنبية المختلفة، أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي. ومن المعروف أن سوق الفوركس يعتبر واحدا من أكبر الأسواق المالية على هذا الكوكب، حيث بلغ إجمالي المعاملات اليومية أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي. وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد لديهم القدرة على تحقيق أرباح وخسائر هائلة نتيجة نشاطاتهم في هذه الأسواق العالمية. وتعد أسواق العملات ذات مخاطر عالية ولا ينصح بالدخول لها لغير المختصين، لأنها تستخدم في الأساس للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف من قبل التجار والمستوردين للاستفادة من التقلبات التي تجري على العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، ولا تستخدم بحد ذاتها للمضاربة لأن في ذلك مخاطر عالية لغير المختصين. لذا يسعى أصحاب هذه الشركات لتسويق هذا النشاط كنشاط استثماري مغر للمستثمرين الأفراد قليلي الخبرة، مما يكبدهم خسارة كبيرة والبعض منهم يخسر كامل استثماره في هذا السوق. سوق الفوركس صعب جدا للتنبؤ، لذا فإن المتداولين الذين يرغبون في استثمار أكثر مما يمكنهم فعل ذلك يضعون أنفسهم عرضة لمخاطر السوق وفقدان أموالهم. وجاءت التحذيرات الرسمية في الوقت الذي تزايدت خلال الفترة الأخيرة قيام شركات أجنبية بالقيام بالترويج بشكل واسع لخدماتها داخل المملكة لجذب الأفراد السعوديين بالدخول في أسواق العملات الفوركس وتقديم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 500% وإغرائهم بتوسيع مركزهم الاستثماري لتحصيل مزيد من العمولات، وإن الخسارة تقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه اعتمادا على اتفاقية متجرة بالعملات التي تعطي الشركة الحق في حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية، مما يؤدي بالمستثمرين الأفراد إلى هاوية الإفلاس. وتعليقا على مخاطر الاستثمار في الفوركس، قال المستشار المالي منصور السليمان: إن الاستثمار بتجارة العملات تعتبر عالية الخطورة وتعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، خاصة وأنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين في السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلى ما نسبته 500% من رأس المال، فمن يمتلك 10,000 دولار يمكنه المضاربة بما يقارب من 50,000 دولار. إضافة إلى ذلك، فتداول في أسواق العملات يحتاج إلى خبرة مالية واسعة ومتابعة دقيقة ومعرفة بالإحصائيات والبيانات المؤثرة في الأسواق وحركة العملات وتاريخ نشرها، وبما يحمي المضارب من التغيرات المفاجئة للأسواق كنتيجة مباشرة للبيانات المعلنة.